تحت شعار استعد قصتك، شهدت مدينة عدن فعالية مهرجان كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان في دورته الثالثة، والممول من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في عودة متميزة للعرض السينمائي للأفلام القصيرة التي غابت عن الظهور منذ نكبة العام 2011 نتيجة الصراعات والحروب. اليوم نحتفي في العاصمة عدن عودة مجيدة للعرض السينمائي الشبابي للأفلام القصيرة التي طالما حرمنا منها منذ عهود وعقود، يعني أخذتنا الحروب وطمست الفكر التنويري الذي تضخه لوعينا هذه السينما المبتكرة الإبداعية. واليوم الدورة الثالثة لمهرجان العروض السينمائية للشباب تحت عنوان كرامة. هذا العنوان هو عنوان ترعاه الاتحاد الأوروبي. يقدم المهرجان على مدى 14 يوماً منذ بدء انطلاقته عرض نحو 22 فيلماً روائياً ووثائقياً، بينهما 6 أفلام يمنية جميعها تسلط الضوء على قضايا متعلقة بحقوق الإنسان على مستوى العالم بشكل عام واليمن بشكل خاص، في مشاهد وثائقية تعكس صورة المعاناة والأزمات التي يكابدها المجتمع اليمني على مدى 8 سنوات من الحرب. تدور أحواله حول الأزمة النفسية التي يمر فيها المواطن اليمني، جراء الأحداث المستمرة من انعدام الأمن، الحروب المستمرة أيضا، يلقى هنا المواطن دائما بالهروب من الواقع عبر الحياكة. الحياكة عبارة عن حل نفسي سايكولوجي يخلي المواطن دائما يركز في وقت حاضر خوفا من التفكير في المستقبل أو في الماضي. تم تصوير الفيلم تقريبا لمدة 8 أشهر. مهرجان فريد يهدف لإعادة الأمل من خلال استعراض حكايات مؤثرة وصادقة يرويها أشخاص عاشوا في قلب المحن والأزمات التي ما يزال أبناء اليمن يكابدونها حتى اليوم. سعيدة من رحلة استكشافية دخلت اليوم من خلال معرفتي بكوادر شابة أبدعت وقدمت كل ما باستطاعته. ومن أهم ملامح هذا المهرجان أنه عكس أو ربط ما بين حقوق الإنسان وما بين الإبداع الثقافي. مشاهدة أفلام المهرجان هي تجربة حلوة وجديدة بالنسبة لي كشخص من عدن. شفنا أفلام تجارية من قبل، بس أول مرة نشوف أفلام خاصة بالمهرجانات وأفلام قصيرة. تظل الأعمال الفنية منبراً يعكس هموم وقضايا الوطن والمواطن في أعمال درامية وحرة تعد الأكثر قدرة على التأثير وفرصة لأصحاب المواهب والأصوات الجريئة لتقديم قضاياها وهمومها أمام شريحة واسعة من الجماهير داخلياً وخارجياً في تنوع ثقافي واجتماعي كبير. فادي بكاش لقناة اليمن اليوم عدن.